مشاهدينا، ولمزيد من المعرفة على التطورات في غزة واستمرار المجازر بحق المدنيين، معنا من إسطنبول عبر سكايب أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا بكم. ومعنا أيضا من خدمة زوم الأستاذ نمور أحمد النمر، المستشار القانوني والحقوقي ورئيس الجمعية الدولية للحقوقيين السوريين. مساء الخير أستاذ نمور. مساء الخيرات، أهلا لك بك وبمشاهدينا الكرام. حياكم الله. نبدأ مع دكتور محمود. دكتور محمود، ما خطورة استمرار الحرب إلى اليوم 99 تقريبا بهذا الشكل، ووزارة الصحة في غزة تتحدث عن أكثر من 30,000 قتيل و843 ومفقود جراء العدوان الصهيوني المستمر وهذا الإجرام الوحشي المتواصل منذ 100 يوم تقريبا على القطاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يعني إذا أردنا أن نعرف حجم الكارثة الموجود في قطاع غزة، يكفي فقط أن نعرف أن أطول حرب خاضتها الدول العربية كانت 6 أيام فقط، وأطول حرب خاضتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني كانت 51 يوم أيضا في عام 2014. وهذه الحرب المجرمة التي قاربت على 100 يوم، نحن في الليلة 100 الآن، يعني هذا يعني أن الرقم تضاعف مرتين، إضافة إلى الإجرام غير المسبوق الذي مارسته دولة الاحتلال، وهي الآن يعني تحاكم في المحاكم الدولية على ارتكابها إبادة جماعية وجرائم حرب كذلك. وهذه الجرائم لعلها كانت في عام 48 غير موثقة لعدم وجود التصوير كما هو الآن في الهواتف وكما هي وسائل الإعلام العديدة، لكن في هذا العام حوالي 2000 مجزرة موثقة وموجودة بالفيديو والصورة والأرقام والأسماء كذلك، فالأمر مختلف. وحين نقول أن يوجد في قطاع غزة 2 مليون نازح الآن، هذا يعني أن كل سكان قطاع غزة نازحون. نعم. متألمون. نعم. لا يعيشون في البيوتين. طيب أستاذ نمور، وفق هذا المشهد ووفق هذه المأساة المستمرة منذ تقريبا 100 يوم، أكثر من 1993 مجزرة ارتكبها الاحتلال منذ 99 يوم، الخطوة التالية لمحكمة العدل الدولية بعد رفع الجلسات الاستماع وبدء المداولات، كيف يمكن أو كيف يجب أن تكون؟ يعني نحن نعلم أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الأعلى في هيئة الأمم المتحدة. طبعا لا نستطيع أن يعني نتكهن بأن المحكمة ستصدر أمرا أو ستصدر قرارها في هذه العجالة من الوقت، ولكن حكومة جنوب أفريقيا طلبت منها أن تتخذ تدابير عاجلة، ومن شأنها أن توقف هذا العدوان وأن تحد من الجرائم التي تقوم بها وتتزايد يوما بعد يوم، بما يضمن عدم الوصول إلى حالة من عدم الرجوع وزيادة عدد الضحايا وعدم إمكانية الإصلاح الضرر الذي ممكن أن يأتي. وبالتالي نحن نترقب أن تصدر المحكمة التدابير المؤقتة والتي من شأنها الأمر بإيقاف هذا العدوان ومنع منع إسرائيل من استخدام القوى المسلحة بحسب أحكام المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمواد 73 74 75 من اللائحة الخاصة بالمحكمة. أستاذ نمور، في ذات السياق يعني محكمة العدل الدولية تقول أنه يعني ربما يأخذ القرار أو الخطوة التي القادمة تأخذ بعض الوقت من أجل اتخاذ القرار، هل هناك نقص في الأدلة؟ يعني كما ذكر دكتور محمود اليوم يعني بالموبايلات والتصوير كله يصل إلى العالم ما يجري في قطاع غزة، فبالتالي أستاذ نمور يعني لما هذا التأخير والمداولات، إلى أي هدف يريدون أن يصلون أستاذ نمور؟
عادة الإجراءات القضائية تكون أبطأ من الإجراءات التنفيذية. يعني نحن يجب أن نعول على مجلس الأمن، كان مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن هو المعني باتخاذ خطوة سريعة جدا نعم وصارمة، ومن شأنها أن توقف هذا النزيف، ومن شأنها أن تجبر إسرائيل على أن تمتثل لميثاق الأمم المتحدة، وأن تكون وفق هذا الميثاق ألا تهدد السلم والأمن الدوليين. أما وقد فشل مجلس الأمن نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقوم به الولايات المتحدة، فأصبح لزاما على محكمة العدل الدولية أن تقوم بإجراءاتها، وهذا يتطلب فحص الأدلة والتأكد منها وتبادل المذكرات، ومن ثم الوصول من خلال المداولات إلى قرار، وهذا يأخذ بعض الوقت. أظن أنه في الأيام القليلة القادمة سنشهد اتخاذ قرار عاجل بشأن نعم التدابير المؤقتة التي أو التحفظية التي طلبتها جمهورية جنوب أفريقيا. جنوب افريقيا، تمام. دكتور محمود، يعني الوضع في غزه كما ترون منذ 100 يوم وهو يعاني ويعاني من ويلات الحرب والعدوان المستمر، ولكن الضفه الغربيه ايضا على الكفه الاخرى تعاني. اعتقال 15 فلسطيني في الضفه الغربيه خلال الساعات الماضيه، يعني ما الهدف من استمرار الاعتقالات والاقتحامات والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفه الغربيه؟ يعني أستاذ الكريم، الضفة الغربية هي يعني شقيقة غزة، وهي جزء آخر من الأرض الفلسطينية المحتلة، بل الضفة الغربية احتلالها أشد. الضفة الغربية فيها احتلالين، فيها السلطة الفلسطينية التي هي جهاز أمني للمحتل، وقوات الاحتلال التي تصول وتجول في الضفة الغربية. وال15 معتقلا اليوم لا ينبغي أن نتكلم عنهم يعني بشكل منبت، عن أكثر من 5000 أسير من الضفة الغربية أخذوا من بداية معركة. الآن 10,000 أسير موجود في سجون الاحتلال يعانون الأمرين كل يوم. ونحن الآن نتكلم في هذا اللقاء، أنا يعني أتابع الأخبار في داخل فلسطين، في هذه الأثناء دخلت قوات الاحتلال أيضا إلى مدينة جنين الآن، وتحاصر حيا كاملا في مدينة جنين. واضح أن لديهم إخبارية بوجود بعض المجاهدين في ذلك المكان، نسأل الله أن يلطف بأهلنا في طيب، الضفة هنا دكتور، الغربية. يعني إسرائيل والكيان الصهيوني يدعي دائما أنه هاجم غزة وقصفها ويريد تدميرها لأنها يعني تؤوي المقاومة، لأنها سند للمقاومة، فبالتالي هو يريد أن يعاقب الشعب الفلسطيني الغزاوي من أجل دعمه للمقاومة. بالتالي ما الذي فعلته الضفة الغربية حتى تستهدفها على الأجهة الثانية؟ يا أخي، حين نتكلم عن الصهاينة لا ينبغي أن نفكر بهم كبشر. هؤلاء مجرمون، كلهم مجرمون أخي. التفكير الموجود في ذهن الصهاينة، سواء كان إذا قلنا أحزاب دينية ولا أحزاب علمانية، إذا قلنا عمل ولا ليكود، هم يتفقون على قتل الفلسطيني وعلى تهجير الفلسطيني. في توراتهم المحرفة هو مطلوب منه أن يقتل الرجال والنساء والأطفال والحيوانات، يعني يقتل الحمير والدجاج والأبقار، لا يبقي شيئا. ولذلك أخي، المسألة أصلا في عقول من يظن أنه يمكن أن يصل مع هؤلاء إلى حل أو إلى سلام. المشكلة في الأنظمة العربية التي ما زالت تأمل أن تقوم بتطبيع علاقات مع هذا المحتل، والمصيبة الكبرى الموجودة في النظام المصري الذي يحاصر قطاع غزة الآن. أما في الضفة الغربية فالأمر مختلف تماما. الضفة الغربية مستباحة، لا يوجد أرض فلسطينية، الضفة الغربية بالكامل أصبحت كانتونات وسجون صغيرة جدا محاطة بالمستوطنات. ورأينا أن حكومة الاحتلال ماضية نحو التطرف بشكل أكبر دائما. الحكومة الحالية هي الأشد تطرفا في تاريخ هذه الدولة المجرمة حقيقة. كأنهم يتسابقون في الإجرام، كأنهم يتسابقون في التصريحات التي ينبغي أن تثير العالم عليهم، لا أن يقبل العالم ليجري معهم اتفاقيات ما يسمى بالسلام والتطبيع. نعم
دكتور نمور، ونحن نتكلم عن الحرب في غزة وكمية المتفجرات التي ألقيت، 65 ألف طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة، ما أهمية هذه القضية، هذه الكمية المرصودة من المتفجرات في محكمة العدل الدولية لتكريس مبدأ المساءلة، سواء بتوثيق تجارب الضحايا، تسمية الجنات فضحهم، وكذلك تسجيلها كسابقة دولية بأن تلقى مثل هذه الكمية على بقعة صغيرة في مثل هذا الوقت القصير؟ طبعا يعني هذا الامر نحن يجب ان نفرق بين المحاكم الدوليه، بين محكمه العدل الدوليه وبين محكمه الجنايات الدوليه. نعم، محكمه العدل الدوليه هي تحاكم الدول، والان معنيه بما يعني بما بمذكر بالمذكره التي قدمتها جنوب افريقيا، وهي جريمه الاباده الجماعيه. وهذه الأطنان التي يعني ألقيت على بقعة صغيرة من الأرض تعد من أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان، هذا يدل بشكل قاطع على النية الجرمية للاحتلال بأنها تسعى إلى الإبادة الجماعية، وأنها يعني استوفت كامل أركان جريمة الإبادة الجماعية من قتل أعضاء جماعة إثنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بأعضاء هذه الجماعة، وإخضاع هذه الجماعة أو هؤلاء الأشخاص المعنيين، إخضاعهم عمدا لظروف معيشية سيئة يراد بها تدميرهم وتهجيرهم والقضاء عليهم واحتلال أرضهم. هذا كله يعني يدل بشكل قاطع على توافر أركان هذه الجريمة كاملة، وعلى تأكيد على القصد الجرمي الذي يعني ما كان خفيا على أحد، حيث صرح به من الرئيس الإسرائيلي إلى وزير المالية الإسرائيلي إلى غير هؤلاء. أيضا سؤال آخر أستاذ نمور، قضاة المحكمة، محكمة العدل الدولية، ما الضامن اليوم بعدم تأثرهم بالضغوطات السياسية؟ يعني تعرف أن إسرائيل والقطب الأوحد اليوم أمريكا في العالم ومن بعدها الاتحاد الأوروبي، كلهم يقفون قلبا وقالبا مع إسرائيل سياسيا وكذلك عسكريا. ماذا عن المصداقية كقاضي في محكمة العدل الدولية؟ إلى أي مدى سيلعب دورا حاسما نزيها في مثل هذه القضايا؟ طبعا الجميع يشعر أن الأمم المتحدة ليست إلا أداة من أدوات العالم الاستعماري، وغير قادرة على تمثيل الضحايا وأن تنصرهم، وليست هي الملاذ، يعني أثبتت عمليا أنها ليست الملاذ للمقهورين والمظلومين في العالم. ويعني دعونا نقول أن هذه القضية الآن هي يعني يراقبها العالم من أقصاه إلى أقصاه، محاولا أن يعني يكتشف مدى مصداقية وقدرة المحكمة العدل الدولية على إنصاف هؤلاء المظلومين والوقوف في وجه هذا الظالم كآخر قلاع المؤسسة الأممية. نعم، التي كتبت غزة وفاتها أخلاقيا ووظيفيا وإنسانيا وأيضا على المستوى القانوني. وبالتالي فإن يعني نحن الآن نتطلع إلى ما سيخرج عن هذه المحكمة. أنتم تعلمون أن المحكمة مؤلفة من 15 قاضيا يمثلون كافة يعني بقاع الأرض، يمثلون العديد من الأنظمة القانونية في العالم، وأضيف لهم قاضيان، أحدهما يمثل إسرائيل والآخر يمثل حكومة جنوب أفريقيا، وبالتالي 17 قاضيا، والحكم سيخرج بأغلبية أصوات بالأكثرية، وأنا أظن أنه يعني وأتطلع إلى أنه سيخرج لصالح
المظلومين ننتظر، صالح والمحكمة هي الإخوان الآن الفلسطينيين. من تكون في اختبار. دكتور الشجراوي، أهمية التظاهرات التي خرجت اليوم في أكثر من مدينة من مدن العواصم الكبرى من أجل غزة، توازيا مع ما ذكرنا السابقة التاريخية التي تجري في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في لاهاي، ما أهمية المظاهرات اليوم؟ يعني هذه المظاهرات قطعا هي يعني مظهر إيجابي ومظهر إنساني في السياق الصحيح، وإن كانت يعني توضح مدى خلينا أقول الخذلان العربي نعم والإسلامي حين نعرف أن أكثر هذه المدن التي خرجت فيها مظاهرات مليونية ومظاهرات كبيرة جدا هي مظاهرات في أوروبا وفي أمريكا في الدول الغربية، وليست في الدول العربية التي لم تجرؤ أي دولة منها أن تكون هي التي تنال شرف أن تشتكي العالم وتقدم إسرائيل للمحاكمة، فكان أن نالت جنوب أفريقيا هذا الدور. نعم واليوم كان هنالك في جنوب أفريقيا مليونية بالمناسبة مظاهرة مساندة لهذا الحق، وأنا أظن أن العالم العربي والإسلامي ينبغي أن يعني يحفظ هذا الدور لجنوب أفريقيا، وإن كنا ما زلنا نقول أن الفرصة لم تفت بعد ما دامت هذه الحرب قائمة وهذا السوق يعني نقول مشرع، ففرصة مناصرة الحق والوقوف إلى جانب المظلومين المحاصرين قائمة، وإن كان من فرصة من خلال منبركم أنا أوجه نداء لكل مصري مصري شريف، لكل مسؤول في دولة أو في النظام المصري أن يكون له دور في إنهاء الحصار المصري. نعم المصيبة أن يكون أن الحصار على قطاع غزة التي تدك بهذه القنابل وبهذه الكميات الضخمة جدا من القنابل التي فاقت نعم عدد يعني عدد من القنابل النووية ليست واحدة، الخبراء العسكريين يقولون أنها الآن تقارب أن تصل إلى 6 قنابل نووية كالتي أبادت هيروشيما وناغازاكي، ورغم ذلك ما زالت الدول العربية لم تضغط على مصر الضغط الكافي ليس لفتح معبر رفح. يعني ونحن نقرأ الأرقام ونعرف أن يوجد حوالي 70,000 جريح منهم 7,000 مخطرين، وقد استشهد على معبر رفح أكثر من 1,000 شهيد، ثم نقف يعني 1,000 شهيد وهو ينتظر الإخراج، ثم نعرف أن طوال 99 يوم لم يتم إخراج الجرحى من معبر رفح إلا 700 جريح فقط، هؤلاء ينبغي أن يخرجوا في يوم واحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأكثر من العدد الذي أخرج من معبر رفح أكثر من 1,000 جريح أصبح في عداد الشهداء من 7,000 جريح المسجلين رسميا أنهم مخطرين، ولا يوجد قدرة للنظام الصحي الذي استشهد في قطاع غزة. قطاع غزة بكامله لم يبقى به نعم إلا 6 سيارات إسعاف، أكثر من 300 من الأطباء والكوادر الطبية استشهدوا، حوالي 98 منهم أيضا معتقلين نعم لدى نعم قوات دكتور محمود، الاحتلال. الأرقام مفزعة، الأرقام مصيبة، والمصيبة الأكبر أن بعض قومنا قد يعتاد هذه الأرقام أو يعتاد هذه الأحداث التي شكرا نسمع لك. عنها منذ 100 يوم، لكن ينبغي ألا نجعلها عادية أو نقف عند هذه الأرقام نعم كشيء طبيعي. كل واحد من هؤلاء الجرحى هو نعم قصة، دكتور كل واحد من الشهداء نعم هو قصة وشرف لهذه الأمة. أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة، وكذلك نشكر الأستاذ نمور أحمد النمر المستشار القانوني والحقوقي ورئيس الجمعية الدولية للحقوقيين السوريين، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا.